الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. لماذا سميت العبادة دعاء؟ لماذا؟ لأن أصلا العابد لله عز وجل بفعله العبادة هو بمثابة بلسان حاله يدعو الله. مثلا واحد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، فقام يصلي البردين ويحافظ عليهما اللي هما الفجر والعصر، كأنه وهو يصلي يقول: اللهم إني أسألك الجنة. فالذي يقول: اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة، هذا ماذا؟ دعاء مسألة، سأل الله الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. والذي يصلي البردين، لأن من صلى البردين دخل الجنة بلسان حال ماذا؟ يدعو الله أيضا. العبادات التي يقوم بها العبد يرجو من الله الجنة، يرجو من الله الرضوان، يرجو من الله النجاة من النار، هذا أيضا بحاله بأفعاله هو سائل لله. والذي يقول بلسانه: ربي ربي ربي، اللهم اللهم، هذا دعا الله بلسانه. فيسمى الذي يدعو الله بلسانه دعاء مسألة، ويسمى الذي يدعو الله بالتعبدات بالعبادات التي يقوم بها بلسان حاله ويعبد الله يسمى إيش؟ دعاء عبادة. واضح؟ ضربت مثالا أكرر كثيرا حتى أقرب المعنى. في واحد يسأل الناس أموالهم، قام أمام المصلين وقال: أنا كذا وأنا كذا، ساعدوني جزاكم الله خير. هذا سأل الناس طلب إيش؟ بلسان، صح؟ في آخر ما تكلم لكن جلس آخر المسجد ولا عند باب المسجد، كما يفعل بعض الناس بعض النساء، وشكلها حاط أوراقها وجايبة معها يتيم، ساكتة ما تكلمت. ايش تقصد بالفعل؟ هذا الفعل عند باب المسجد وامرأة وجالسة معها يتيم، ولا واحد قاعد هناك آخر المسجد حاط له أوراق إشاعات ولا عقود مطلوب ولا ولا عنده علاج. هذا سأل الناس بلساني حاله، واللي قال ايش للناس: ساعدوني جزاكم الله خير، اللي عنده صدقة، اللي عنده زكاة، والله حوالي كذا، هذا سأل الناس بلسانه. واضح؟ كذلك العبادة، اللي يقول: اللهم اللهم اللهم، سأل الله إيش؟ بلسانه. والذي تعبد الله بالعبادات سأل الله بفعله. فيسمى الأول دعاء مسألة، اللهم اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، هذا دعاء مسألة. والذي يصلي لأنه يريد أن يدخل الجنة، هذا أيضا فعله فيه يتضمن للسؤال، يتضمن دعاء. واضح؟ هذا الفرق بين هذا وهذا. وعلى هذا كل دعاء مسألة فهو دعاء عباد، لأن أيضا اللهم اللهم هذا إيش؟ عباد من العبادات، مثل الركوع والسجود والصيام والزكاة، كذلك الدعاء. فكل العبادات منها الدعاء المسألة أيضا هو عبادة. نعم.